معنا على الهاتف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. كابتن سيد مساء الخير. مساء الفل يا زبرين، ازي حضرتك وازي كابتن عادل؟ اهلا كابتن سيد، ازيك؟ الحمد لله رمان. كابتن سيد، وانت متابع اللي حصل من رد الفعل الاعلامي بعد المباراه، مبدئيا خلينا نقول انت انطباعاتك ايه على اللي حصل، ثم المشهد الاعلامي ده رايك فيه ايه؟ طب يعني في البدايه بالتاكيد يمكن خسارتنا المباراه بالتاكيد بيبقى فيها حزن على الجميع، سواء كان على المستوى الاداري او المستوى الفني او مستوى اللعيبه، بالطبع كمان على المستوى الجماهيري. ده وضع طبيعي، يعني دايما بتبقى متعود ان انت بتلعب حتى لو مباراه وديه او مباراه صغيره او مباراه كبيره بتبقى عايز تكسب يعني. فبتتقبل الحزن على النتائج، لكن في اوقات بتقف على تقسيم الامور او تصدر مشهد انت مستنيه، وكانك مستني حاجه. يعني مستني شيء لما بيحصل الكل بيطلع اللي في قلبه والكل بيطلع اللي جواه. وده انا مش مستغربه الحقيقه خالص، يعني يمكن انا ممكن يبقى عندي وجهه نظر او عندي استنتاج معين انا متاكد منه. انت في وضعيه او في توقيت او في مرحله، يعني محدش هيحاسبك على الكل، هيحاسبك على اللقطه. ولو انت عملت اللقطه وما عملتش الكل هيحاسبك على الكل، مش هيحاسبك على اللقطه. يعني بيدور على عكسك، على الحاجه اللي انت بتعملها العكس. يعني ما اعرفش اي مجتمع او اي منظومه رياضيه في العالم كله، يمكن احنا متعلمين غلط او فاهمين غلط، او الاعلام الرياضي المصري عايز يفهمنا حاجه غير اللي العالم كله بيعملها. المنظومات الرياضيه في العالم كله عندها تارجت في بدايه الموسم، كل الانديه الكبيره كل الانديه العظيمه كل الانديه المشهوره عندها تارجت في البدايه، مؤسسه او اداره او مسؤولين على المستوى الرياضي يقعدوا قبل الموسم كده على مستوى برشلونه، ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، الاهلي، الانديه الكبيره على المستوى العالم، بتقعد كده مع المسؤولين كجهاز فني او حتى لعيبه او لجنه كوره او لجنه تخطيط او مدير رياضي على حسب الاسم الوظيفي لكل نادي. بقول له انا عندي التارجت بتاعي، يعني في ثلاث اربع بطولات، لكن في بطولات التارجت بتاعك الدوري ودوري الابطال الاوروبي، دوري الابطال الافريقي، عندك دي البطوله الاكبر، الكاس حتى بيجي في مرتبه بعيده شويه. بايرن ميونخ مش اعظم نادي في اوروبا في الوقت الحالي؟ بدايه السنه خسر من بروسيا 2-0 في السوبر. صحيح. يعني المدير الفني لبروسيا واللاعبين بروسيا يعني قالوا ان اعظم فرقه في الدوري الالماني، لان هناك ما فيش لا سطحيه في الفكر ولا اتجاهات اعلاميه ولا خوف من سباب وشتايم هيتعرض بيها لو قال كلمه حق. مانشستر سيتي وهو جارديولا ابو الكوره اللي علم العالم كله كره حديثه، يعني في نقل الهجمه او بدايه الهجمه او الوصول لحاجه معينه، لما اتسال السنه دي قال لك ليفربول هو احسن فرقه في الدوري الانجليزي، رغم ان هو كسب 4-0 ورغم ان هو كسب في السوبر، لكن ده عشان الراجل ما عندوش حسابات وما عندوش اتجاهات وما عندوش اي حاجه يعني يخاف منها، فبيقول الحقيقه لان ده كسب الدوري. اوكي، فانت الحاجات اللي بتتعلمها او اللي انت عارفها بدا حتى يبقى فيها خلل بالنسبه لنا. الناس بتقعد تقول لك انت ما تتكلمش او ما تطلعش او ما تظهرش او ما تقولش حاجه عشان في حاجات معينه، لكن انا عندي وجهه نظر وهفضل مصمم بيها. ترك الساحه لعالم افاقه مش هيودي غير للنتائج اللي انت هتشوفها. بلبله في الفكر. الناس كلها بتروح لحاجه يعني خطيره جدا. يعني النهارده انا لاعب 21 مباراه، انا ما بلومش، يعني بلوم نفسي وبلوم الجهاز وبلوم اللعيبه، بلومهم في حاجات كتيره جدا، لان انت يعني في اوقات كتيره نتكلم بالعاميه كده يعني بتشمت فيك اللي يسوى واللي ما يسواش، اللي بيتكلم بمنطق واللي ما بيتكلمش بمنطق. فبعض الاوقات زي ما بتبقى حزينه وكئيبه، لكن بتظهر لك اللي جواك، بتطلع لك اللي جواك. مفيش مشكله، وانا بقولها على المستوى الشخصي، انا على مستوى الشخص، عشان في ناس كتيره جدا يعني ممكن تتكلم في حاجه من غير مزايده ومن غير وبهدوء اعصاب شديد جدا. انت لما بتطلب منك في بدايه الموسم بتطلب منك يعني حاجات معينه، لو حققتها، لو خدنا الدوري وخدنا بطوله افريقيا انت عامل كل حاجه كويسه. حتى لو اجتمعت يعني اللي على كوكب الارض كله عشان يثبت لك ان انت غلط، لا انت صح. لو خدت الدوري وخدت دوري ابطال افريقيا
انت صح ان شاء الله، لا تهتم بصفيحه ولا كاس، يعني بكاس ولا هتهتم بسوبر. مهم ان انت تاخدهم، وانت خدتهم في البدايه صحيح، لكن دي بطولات سنويه، يعني دي بطولات سنويه، دي بطولات سنويه، ده في علم الكوره. انت هتعايز تحقق، يعني عايز تعمل حاجه ثانيه او تدخل في دماغك حاجه ثانيه؟ لا، انا بقول لك وانا على المستوى الشخصي، لو انا ما نجحناش ان احنا ناخد الدوري او بطوله افريقيا، وفي يعني رؤيه ان الناس، لا مش رؤيه، يعني كاداره انت ما حققتش التارجت بتاعك، ايه المانع انت تمشي؟ يعني انا على المستوى الشخصي لا انت متمسك بالمكان بشكل كبير جدا غير حبك في المكان، ولو حد جه بعدك ولا حاجه ايه المشكله؟ دي كوره عادي جدا، وانت بتقولها على شخصك، يعني بتقولها على شخصك قبل ما تقولها للعيبه او قبل ما تقولها للجهاز او قبل ما تقولها لاي حد. دي سنه حياه، طالما انت ما حققتش الهدف بتاعك او المنتظر بتاعك من بطولات، فبالتالي انت ما نجحتش. لكن مش ممكن تبقى انت عامل ارقام زي دي، ارقام زي دي وبتحقق زي كده، ويبقى ده المردود الاعلامي او ده الموضوع او التوجيه الاعلامي. ده سيد، يعني هو الاعداد لهذه المباراه كله كان بيجهز، اصل المباراه دي بطوله، اصل المباراه، يعني ده كان التوجه وكان الاعداد ان الاهلي ما يكسبهاش عشان نبتدي نتكلم انها بطوله. يعني هذه البطوله حتى لو اتكلمنا عليها نضم بقى عدد بطولات كامل النادي الاهلي، هنبقى نحسبها لهم بقى بما انها هذه المباراه بطوله، نحسب عشان نوسع الفارق كمان عن كده. لكن احنا دلوقتي عايزين في الاخر، انت لو تعادلت، لو تعادلت مع الانتاج، او لو تعادلت مع الزمالك، او خسرت من الزمالك، او تعادلت مع مثلا اسوان، او تعادلت مع الاسماعيلي، او تعادلت مع اي حد، هتقوم لحق، اوعى تفتكر انها تنتهي. هو بيستنى لك حاجه، بس انا زي ما قلت كده هو مستني لك حاجه، وهيستنى لك، وعشان ما يستنى لك شيء عايزين تطمنا شويه بقى. ايه اللي بالصفحه بقى يا كابتن سيد؟ اقصد نعم تطمنا على اللي جاي بقى. سامع والله، بقول لك تطمنا على اللي جاي ابتداء من المباراه اللي جايه. اللي جاي باختصار شديد، ممكن يبقى عندنا نواقص، ممكن يبقى عندنا غيابات. مين اللي راجع قدام الجونه يوم الاربعاء؟ في النهايه يعني انت عندك مساحه وقت، عايز اوصل لمباراه الوداد وانا كامل الصفوف، عايز اوصل لمباراه الوداد وانا برضو فنيا عالي، عايز اوصل للوداد وانا مرتاح حتى في المستوى الدوري، ده مطلوب، ده مطلوب جدا، مفيش مشكله. لكن اللي عايز اوصله بس عشان بس يعني برضو عشان تبقى الدنيا يعني كابتن عادل يا استاذ ابراهيم، انا بتفرج عليكم بقالي ساعه ومن اول الحلقه تمام. حتى على المستوى، حتى على المستوى العام، يعني انت ممكن تنتقد انسان او ممكن يبقى تقييمك لانسان زي ما انت عايز او زي ما انت شايف، مفيش مشكله فيها خالص. لكن احنا عندنا يعني قناعات، انا كسيد عندي قناعات مش عايز اغيرها، وانا شايف انها صح. مفيش حد هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي، محدش هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي. انت مش هتجري ورا حد، دي قناعات انا الشخصيه، يعني مع احترامي الكامل لاي نجمه ولا اي حد بيمشي ولا اي حد بيقعد، انت هتطلع تقول، بص بتطلع تقول ما حافظتوش على فلان، وفي اخر الدوري تقول مبروك للاهلي. طيب انا صح، يبقى الاهلي صح. انا بقالي خمس في السنه الخامسه، دي السنه الخامسه، مهما طلع من الفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، انت اللي بتاخد الدوري. يعني 2016 مع مارتن يول ان شاء الله باذن الله يعني يتحقق الامر بالشكل اللي احنا عايزينه. لكن اوصل لحاجه يا كابتن عادل. ريال مدريد نفسه، ريال مدريد اللي عنده قوة شرائية غالية جدا أو عالية جدا، لما حب رونالدو إن هو يمشي مشي. صحيح. ميسي بجلالة قدره اللي مفيش حد في العالم هيعمل اللي عمله ميسي، لو عنده رغبة إن هو هيمشي برشلونة هتسيبه. طيب. الحياة كده، المشكلة عندك يعني إزاي غصب عنه. صحيح. إزاي تعوض واحد مش حابب يقعد معاك؟ خلاص. أنت حضرتك بتعوضه ببطولة ولا بتعوضه بمجموعتين بطولة؟ بتعوضه ببطولة الدوري اللي هي الأهم وأبطال أفريقيا. خلاص يبقى انت مفيش مشكله، والناس تحترم خدت قرارها، او ناس طيب. يعني شايفه ان هي في جمله في جمله سريعه تقول ايه للجمهور الاهلي؟ نعم؟ تقول ايه للجمهور الاهلي في جمله سريعه؟ في جمله سريعه بس انا عايز اتكلم على موضوع وليد سليمان، يعني وليد سليمان مش حدش هيزاد على وليد. محدش هيزاد على شخصيات وليد واخلاق وليد. وليد لما راح زار من باب الانسانيه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الرياضه اللي احنا فينا من هنا. احنا ما بنعتذرش يعني محمد عبد الشافي، ربنا يشفيه يا رب. وانا اثناء الماتش على فكره هو ماشي حتى واحنا مغلوبين، انا طبطبت عليه وما فيش مشكله خالص فيها،
وليد ما راحش يعتذر لواحد، هو راح يعتذر لزميل، لكن ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه، ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه ابدا. ده وليد سليمان. الحاجه الاخيره، جمهور الاهلي او الناس اللي موجوده في النادي الاهلي، اي حد موجود، اي حد، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، فلان موجود، سيد مشي، فلان، ما فيش مشكله. تمام، ما فيش مشكله، مش مساله الكيان اللي فاضل بس. سيبقى الاهلي دايما ان شاء الله يا كابتن. القوه هي اللي فاضله، قوه النادي يعني. الاهلي باقي بقوة محمد محمود بصراحة ان شاء الله على السريع. للاسف ده همنا الوقت يا كابتن سيد. همنا خلاص. نعم كابتن سيد، ده همنا الوقت. محمد محمود سريعا. محمد محمود لسه قدامه برنامج تاهيلي، يعني ده راي الدكتور الالماني ان هو محتاج حوالين الركبه، الكتله العضليه اللي حوالين الركبه يبقى فيها يعني شغل شويه في الثلاث اسابيع اللي جايه، وان شاء الله الرحمن تكون موجوده. انما الشحات يلحق ان شاء الله الوداد باذن الله. لا الشحات طبعا يلحق الوداد باذن الله. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واعتقد طمنكم انه سيبقى الاهلي قويا باخلاص ابنائه والتفاف جماهيره.